هون. معلش دانا، اطلعي سكري الباب وراكي. حاضر. هدول إلك، أنا ما عبش حد. أنا طلبت منك تلاقي لي شغل، ما طلبت منك تصرف علي. أو لأقول لك شغلة، هي كمان حق وجبتي اللي أكلناها اليوم بالمطعم. بخاطرك رزان، أنا بحبك. مشكلتك، أنا سبق وقلت لك إني لا خرج علاقة ولا خرج ارتباط، والأهم من هاد كله إني مخبرتك بإني مرتبطة. مرتبطة بهذا العسكري اللي بحلب، اللي أبوك ما موافق عليه لأنه أحواله ضيقة. قصدك تقول الفقير؟ ليش خجلانة تقول الفقير؟ أساساً لولا هذا العسكري الفقير ما كنت موجود بهذا المكتب، ولا قاعد على هاي الكرسي، ولا في مكيف شغال فوق راسك. كان عندك حل واحد من اثنين، يا قاعد بألمانيا أو بالسويد عم تندب حظك على الفيسبوك بشي بوست، يا أساساً ما عم بتلحق حتى تبكي لأنه خايف من الدواعش أنهم يشوفوك ويفكروك ندمان لأنك بايعت الخليفة. رزان حبيبتي، كان فيكي تختصر كل هذا الحكي وتقليلي يا رمادي يا حقير. عم تتمسخر ما؟ رزان، أنا عم حاول ضحكك. تعرف أنه سالم قريب على عمرك كتير؟ اسمه سالم؟ صار له 5 سنين عسكري وهلأ فايت بالسادسة. شو يعني؟ لا ولا شي، بس انتي كمان بتعرفي انه انا وحيد وما بروح الشيش. لو تعرف هو شقد وحيد. ما علينا بليز، هذا الموضوع تبع انك تحط مصاري بجزداني بدون ما تخبرني ما بدي منك تعيده. انا بحاجة مصاري ايه، بس مو بهالطريقة. اذا فعلا حابب تساعدني لاقي لي شغل لبين ما اخلص دورة الانجليزي، اذا بتريد جود. خلص امرك. ماما، رزان صديقتي من حلب. رزان من اصدقائي اللي لسه ما صار نصيب اني اعرفك عليها. Enchantée. Kifak tante? Ça va, et vous? Ça va, merci. Bravo. T'as dit français? Quand là, c'est ma con. Maman, هاي الحجوزات تبع اليوم ومبارح والمصاري بقلب الظرف كمان. كان لازم أكون متخرجة أدب فرنسي لو ما تركنا حلب وجينا عشان. ماما، رزان عم تدور على شغل ونحن بدنا نساعدها بهالشغلة، يعني بدنا نلاقي لها شيء يناسب شهادتها أو أي شيء تاني، بس المهم يكون مناسب لها طبعا. أوكي. طيب أنا عندي اقتراح. ليه ما بتصرف رئيفة وبتجي هي بتشتغل بدالها بالمكتب؟ لا ماما معلش، أنا بفضل رزان تشتغل بشهادتها. أوكي. ما في قهوة؟ طيب يلا. بعطينا 3 قهوة. تفضل. شكرا. شو يا رئيفة؟ قال جود بده يستغني عن خدماتك لأنه ملاقي حدا مودرن أكثر منك. بدك تشغليني اعمل قهوه وشاي؟ ليش هيك عم بيصير؟
بعرف انه الدنيا رح تضيق علينا، بس مو لهالدرجة. مو هيك؟ تفضل أنوار. مرحبا مدام. أقعد. تعرف إنه اليوم كانت عنده بالمكتب؟ عن مين عم تحكي؟ وعن مين؟ البنت اللي بعثت لك صورتها اليوم. رحت بالصدفة على المكتب وقمت لقيتها هونيك. يعني لو ما صدفة ما كنت عرفت لا أنا ولا حضرتك إنه هي عم تروح لعنده. على كل حال مو مهم، المهم إنه بلشت تروح لعنده على المكتب. بصراحة أنا ما عندي علم بهذا الموضوع أبداً. أصلاً أنت اليوم بعتي لي صورتها وأنا اليوم لحتى عرفت شكلها. شكلها أنه أبداً ما نهيني. صحيح مبينة أنه هي شحادة، بس أبداً ما نهيني وما أنا غبية. ما بعرف شو بدي لك مدام، بس عن جد شي غريب. يعني أنت بتعرفيني أنا صديقة لجود من 15 سنة، وجود مو من النوع الشباب اللي بنضحك عليه. لا غريب ولا شيء، انا اللي بعرف خبسنت بنات الحرام، وشو ممكن تساوي الوحده منهم اذا حطت شي شب براسها. انا قلت لك انه اليوم رحت بالصدفه لعنده على المكتب، وبتعرف شو شفت بالصدفه عنده بالمكتب؟ شفت على الطاوله رزمه مصاري. يعني رزان كانت رايحه تاخذ منه مصاري، ولما شافتني استشرفت وما أخذتهم وراحت. الظاهر مبلشي على بكير. أنور، هاي البنت عم ترسم على التقيل، وأنا خايفة تكون بدها تورط ابني شي ورطة وتخليه يتجوزها. بقى اللي بدي إياه منك من يوم ورايح إنك تفتح عينك كتير منيح وتدير بالك أكتر من هلأ بكتير. Okay.